السلام عليكم الإخوان، أتمنى تكون بألف خير وعافية في قناة عينون على التقنية. في هذا الفيديو سأتحدث عن المشكل العويص الذي تقع فيه أغلب الأجهزة، أجهزة الروسيفر التي تتعلق بأنه يبقى على بوت أو على أون، أو يبقى الشعار أيضا هكذا. فعلى بركة الله سنبدأ في استعراض الحل لهذا المشكل. نتوجه إلى متصفح جوجل، ثم نفتح، ثم نذهب إلى هذا الموقع، هذا swdw.net، نضغط عليه ثم نضغط هنا موقع تحميل كل تحديثات خاصة بأجهزة ستارسات. بعد ذلك نبحث عن موديل الجهاز. الجهاز الذي لدي كما قلت هو ستارسات 200 4K، نبحث عليه هنا. كيف سأجده؟ ها هو إخواني، وهذا SR200 Extreme، نضغط عليه ثم نقوم بتحميل آخر سوفتوير هكذا. أنا حملته مسبقا. بعد ذلك نذهب إلى مكان الذي قمنا به بوضع التحديث، نفك الضغط عليه ثم نغير الاسم الى هكذا. الملف الذي قمنا بفك الضغط عليه نغيره الى updates.bin. بعد ذلك ننقله الى فلاشة، فلاشة يعني من هذا النوع، هذا فلاشة USB، لكن يجب علينا أن نقوم بفرمضة الفلاشة أولا حتى لا يقع أي مشكل لما نقول بنقل ملف التحديث في الفلاشة. نقوم بفرمضة الفلاشة هنا، فرمطة سريعة بصيغة فات. إذن سنقوم بفرمطة الفلاشة، ننتظر. إذن نقوم بفرمطة الفلاشة بصيغة فات 32. الحمد لله تمت فرمطة الفلاشة بشكل ناجح. بعد ذلك نذهب إلى مكان الذي وضعنا فيه التحديث، وبعد أن قمنا بتغيير صيغته واسمه إلى update.bin، نقوم بإرساله إلى الفلاشة هنا. إذن تم نقل الملف، ملف التحديث بنجاح، بعد أن قمنا بتغيير اسمه إلى update.bin. بعد ذلك نقوم بوضع الفلاشة في مكان USB خلف الجهاز. بعد ذلك نقوم بالضغط أو شبك الجهاز بالكهرباء مع الضغط المتواصل هنا على أون بالأصبع، وننتظر بداية التحديث. بعد ذلك نقوم بوصل الجهاز بالكهرباء مع الضغط على زر الباور كما تلاحظون، ثم يتم كتابة تظهر في الشاشة USB.
ننتظر قليلا حتى يتم بدء عمليات التحديث. لاحظوا بدأت ولله الحمد عملية التحديث في الجهاز، ننتظر إلى انتهاء التحديث. للإشارة لا يجب إطلاقا إزالة الفلاشة من الجهاز أو إطفاء الجهاز نهائيا، وإلا سيقع الجهاز في مشكل آخر. لاحظوا يتم تقية الجهاز، ننتظر إلى حين انتهاء الجهاز. إذن بعد نهاية التحديث يعيد الجهاز الإقلاع بشكل تلقائي، وكما تشاهدون الحمد لله تمت العملية بنجاح والجهاز يعود للتشغيل.